الآن لسقوط صاروخ في محيط مطار تل أبيب. إذن هذه صور أولية متداولة لسقوط صاروخ باليستي، كنا قد نوهنا عليه قبل قليل لحظة إطلاق هذه الصواريخ الباليستية، وها هي الصور المتداولة الآن للحظة سقوط أو أثار سقوط هذا الصاروخ وإيقاف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون في تل أبيب. إذن نتابع معكم، ونحن نتابع هذه الصور أستاذ صادقيان، يمكن أن تعلق لنا وتستكمل حديثك ونتطرق إلى هذه المشاهد. دكتور صادقيان، أنا لازلت أعتقد، طبعا إيران هي تعتقد ولديها قراءة، القراءة تقول بأن ربما عدم وقف اطلاق النار في غزة يخلق بؤر جديدة للتوتر، هذه قالتها منذ أكثر من 10 أشهر. الآن هناك بؤرة توتر جديدة في لبنان، ربما تكون هناك بؤر أخرى، لا أحد يدري. بعض الأحيان تحدثوا عن بؤرة توتر في مضيق بابل، في مضيق طارق، تحدثوا عن توتر في البحر الأبيض المتوسط، يعني كل هذه الاحتمالات ممكنة موضوعة على الطاولة. لكن الآن هل أن السيد ترامب يستطيع أن يخفض حدة التوتر، أو أن نتنياهو يعمل ذلك بسبب فوز صديقه ترامب في البيت الأبيض؟ هذا الآن يعني الصاروخ الذي استهدف مطار تل أبيب، هذا الصاروخ ربما يستهدف أماكن أخرى، الوعد الصادق رقم 3 ربما يستهدف أخرى، وبالتالي نحن مقبلون ربما، وهذا احتمال، نعم، على توسيع نطاق الحرب. لا زال نتنياهو يريد توسيع نطاق الحرب. شكراً. إيران بالفعل لا تريد توسيع نطاق الحرب، تريد خفض التوتر. دائما كانت تدعم كل جهود التي تدعم وقف اطلاق النار في غزة. أنا أعتقد بأنه وقف اطلاق النار في غزة إذا ما عمل الجانب الأمريكي الآن، أنا أعتقد بأن هناك الكثير من الأمور سوف تتغير، وسوف يأتي ترامب على سجاد مفروش بدون وقف، بدون نار وبدون توتر في المنطقة، ونأمل ذلك. طيب، لدينا بعض من الوقت سأحوله إلى الأستاذ سرمد، هل بالفعل نتنياهو ذاهب إلى توسعة هذه الحرب بالنظر إلى ما نتابعه في هذه الأثناء، وكما قاله ضيفنا من طهران؟ يعني هسه هذا الصاروخ اللي سقط على بن غوريون، يعني هذه مشكلة، هاي أول رسالة وصلت، يعني هاي أول رسالة وصلت، على الرغم من أنه التراشق موجود يعني، لكن هاي بها مسارين. إذا أنا قلت لك ترامب يجلب النقود إلى أمريكا، إذا جلب النقود إلى نتنياهو بكميات كبيرة بمليارات الدولارات، ممكن أن يتم إسكاته يعني، ونخرج من هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى، ومع العلم ماكو أقل خسائر، لأن الخسائر كبيرة، 43 شهيد في غزة ومدينة مدمرة، وجنوب لبنان أعتقد يوم أمس قريت الرقم 30 أو 40 قرية دمرت بالكامل. نتحدث يعني عن 40 قرية، يعني خراب حل بالضبط 40 قرية، يعني تعرف تعبنا من التغطيات، فلذلك تذكرت بأنه 40 قرية دمرت بالكامل، وهذه مو قليلة يعني. فلذلك يعني أما الخط الآخر يجوز أنه يتفرعن ويجدها فرصة مناسبة لزيادة التصعيد من أجل أن يحاول أن يقضي على ويخلط الأوراق في المنطقة، أو يحاول أن يضرب أهداف معينة في إيران من بغداد.